السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في فيديو جديد من أخبار وادي الذئاب. إذا كنت من المتابعين الجدد فلا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف عن آخر أخبار مسلسل وادي الذئاب الجزء 11. وأخيرا وبعد غياب أكثر من 3 سنوات عاد المسلسل التركي الشهير وادي الذئاب بالموسم 11. فقد وردنا أنباء من مصادر في شركة بانا فيلم المنتجة للمسلسل أنه قد تم إنهاء الخلافات بين بطل المسلسل نجاة ششماز والشركة المنتجة للمسلسل، وسوف يبدأ تصوير الجزء 11 بعد الانتهاء من الأزمة الحالية المتعلقة بأزمة كورونا. وصرح المصدر نفسه أنه في حالة إطار الوضع الحالي فسوف يبدأ طاقم العمل في بدء تصوير أول حلقات الجزء 11 في منتصف شهر سبتمبر 2020، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حرصا على القائمين من كوادر المسلسل وطاقم العمل من الإصابة بفيروس كورونا. وصرح أيضا أنه تم الاتفاق مع القناة الناقلة للمسلسل على أن يبث حلقتين متتاليتين كل 15 يوما نظرا لضيق وقت التصوير والالتزام بالإجراءات الوقائية. وفي حال انتهاء الأزمة فسوف يكون عرض حلقتين متتاليتين يوم الخميس من كل أسبوع إن شاء الله. وفي الأخير، ما نسبة حماسكم بعودة مسلسل الوادي؟ أتمنى أن تشاركوني في هذا الموضوع من أجل التشويق والتفاعل. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.